إلى خبر تقني بالغ الأهمية. في رسالة مفتوحة دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الاصطناعي إلى التوقف لمدة 6 أشهر عن تطوير روبوت الدردشة الفائق الذكاء شات جي بي تي. الرسالة التي وقع عليها 1000 شخص لفتت النظر إلى المخاطر المحتملة لهذه التطبيقات على المجتمع. الرسالة طالبت بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية عند تأكد من أن آثارها ستكون إيجابية ومخاطرها قابلة للسيطرة عليها. يتساءل الموقعون على الرسالة، هل ينبغي أن نطور عقولا غير بشرية قد تفوقنا عددا وذكاء وتحل محلنا في نهاية المطاف؟